بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت في الفترة الأخيرة إعلانات لأدوية تجديد غضاريف الركبة أو تآكل خشونة المفاصل. إيه الأساس العلمي الصحيح للأدوية ديت؟ وهل الأدوية ديت لها دور في الخشونة أم لا؟ معكم دكتور عبد العوي مغازي، استشاري الروماتيزم والمفاصل. مرض الخشونة مرض تآكل الغضاريف مع السن، مع عوامل مختلفة، قد يكون عامل وراثي، قد يكون إجهاد الركبة، قد يكون الزيادة في الوزن. كل الحاجات دي تؤدي إلى تآكل غضاريف الركبة، والتآكل ده عملية مستمرة. بيطلع أدوية كتيرة جدا. كمثال من الأدوية اللي هنتكلم عليه النهاردة حاجة اسمها كولاجين. والكولاجين ده إسهال دلوقتي، الشركات بتطلع حاجة اسمها كولاجين، عبارة عن فوار بتحطه على مية وتشربه، ويقول لك ده بيروح في غضاريف الركبه ويقوي غضاريف الركبه ويمنع تاكل غضاريف الركبه. شركات جوه وبره يعني بيتم بيعه عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق اونلاين حاجات، منتجات جايه من بره. وطبعا المنتجات اللي جايه من بره ديت، اي منتج موجود في مصر وتم جه من بره، اعرف ان ده منتج عديم القيمه. يعني ايه عديم القيمه؟ يعني ما فيش دواء محترم لمرض معين يتم تسريبه، ويتم انه يجي لنا مثلا في مصر او الدول العربيه من الدول الاجنبيه قال له هو حاجه ملهاش لازمه. يعني بمعنى اخر، ما ينفعش دواء مثلا ضغط او دواء سكر او دواء لمرض معين يتم ان احنا نجيبه من دوله خارجيه كده بسهوله، يعني ممنوع قانونا وما ينفعش تجيبه لنا هنا في مصر يعني. فالمنتجات ديت اللي الكولاجين بيتم بيعها عن طريق الشركات الأدوية وعن طريق الدعاية لها، ويروح الأطباء يقول لهم إن هناخد كولاجين، والكولاجين ده هيجدد الغضاريف، والكولاجين ده جاي من مارين سورس أو من جسم حيوان معين، فاهم؟ فبيدوا له كولاجين، هيقول ده هيروح في الكولاجين بتاع الغضاريف بتاع الركبة ويجددها من جديد. طيب هل ده ليه أساس علمي؟ لا، هو طبعا الكولاجين ده كلام فاضي ولا يجدد غضاريف الركبة. وانت حضرتك بتشتري حاجة ب200 جنيه او ب150 جنيه او ب300 جنيه في العشر ايام، بيكلفك في الشهر مثلا 600 جنيه ولا 700 جنيه، بتشتري الحاجة ديت وتحطها وبتنزل في البراز زي ما هي، يعني لا تمتص من الامعاء، ما بيحصل لهاش امتصاص من الامعاء. يعني معنى اخر ان الكولاجين اللي حضرتك بتاخده ده انت بتدفع فيه فلوس على الفاضي. الكولاجين لا يجدد غضاريف الركبة. يطلع لك اعلان السوشيال ميديا عن طريق بعض الطبيب او الصيدلي حملات مدفوعه الاجر، كيف تتخلص من الخشونه نهائيا؟ كيس ب5 جنيه او كيس ب10 جنيه هيخلصك من الخشونه، وحاجات يتم الدعايه لها بكثره، والناس بتصدق. الناس بتصدق ان الخشونه، هجيب الكيس ده وهاخد الكيس ده هيجدد لي غضاريف الركبه. هو اساسا زي ما قلنا لا، ما بيحصلوش امتصاص من الامعاء، مش بيمتص من الامعاء اساسا، هو بتاخده انت حضرتك بتبلعه وتدفع فلوسك اللي دفعتها وبينزل في البراز زي ما هو. لو حصل له امتصاص اساسا ما بروحش للمفصل يعني، ولا بجدد غضاريف في المفصل. ما فيش حاجه اسمها ابلح كولاجين عشان اروح اصلح كولاجين بتاع المفصل. ده كلام غير علمي وكلام غير صحيح. احنا بنتكلم الكلام ده يعني مش هباء منثورا ولا كلام انا الشخصي. التوصيات العالمية لعلاج الخشونة اللي نزل آخر حاجة قريب جدا قالت إن الحاجات دي كلها كلام فاضي، إن الحاجات اللي بتقولوا إن هي بتجدد غضاريف الركبة لا ننصح باستخدامها. مش بيقولوا لا، ده بيقولوا حاجة اسمها سترونجلي ريكومندد أجينست تو يوز. يعني إيه؟ يعني نوصي بشدة بعدم استخدام الحاجات ديت في علاج الخشونة. ليه بقى؟ لأنها ملهاش لازمة. يعني هو لو كانت، والتوصيات دي يتم وضعها عن طريق هيئات عالمية محترمة مش بتقبض من شركات الأدوية أو مش بتقبض من منتفعين، يعني أصل في كثير جدا من المنتفعين اللي بيقبضوا من الشركات، يعني الإعلانات بتاع السوشيال ميديا وإعلانات الفيسبوك وإعلانات اليوتيوب والحاجات زي كده، إن يطلع صيدلي يقول لك كيف تتخلص من الخشونة في أسبوع، وكيف تتخلص من الخشونة في 10 أيام بكيس فوار مش عارف إيه. هو ده واحد قابض من الشركة، قابض من الشركة، والشركة مديله فلوس عشان يطلع يقول الكلمتين دول، وهو في الآخر مش هتشوف وشه تاني يعني. يعني فمعنى اخر ان ما يطلع صيدلي يقول لي كذا كذا. طب وايه علاقه الصيدلي اساسا بالخشونه وبغضاريف الركبه؟ يعني هو الصيدلي ده اللي شغلته في الدواء، ايه علاقته بحاجه زي كده؟ ملوش علاقه نهائيا يعني، ملوش علاقه بالدواء يعني بعلاج الامراض. يعني هو وظيفه الصيدلي تصنيع وصرف الدواء. انما يقول لي ان اللي هتاخد، ويقعد يشرح بقى ازاي الفوار ده هيجدد غضاريف الركبه، ازاي هيرجع لك الغضروف سليم تماما،
وفي خلال شهرين هتبقى طبيعي. طبعا ده كلام فاضي. والكولاجين اللي هو منتشر اللي هو فوار بيتاخد ده كلام فاضي ومالوش اساس علمي ومش بيعالج حاجه. ومنتجات هي منتجات مصر يعني مش ممنوعه قانونا، ولكن انا بتكلم علميا يعني. الناس بتاخد كلهم مكملات غذائيه عديمه القيمه، فيتامين سي وفيتامين زنك وحاجات زي كده، الحاجات دي كلها عديمه القيمه وليس لها اي دور علمي يذكر. نتمنى تكونوا استفدتوا معانا النهارده. ما تنسوش الاشتراك في القناه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.